شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الصديقة الطاهرة صلوات الله عليها، لها أسماء متعددة ولها ألقاب متعددة ولها كنى متعددة، من جملتها فاطمة، ومن جملتها الطاهرة، ومن جملتها الراضية، ومن جملتها المرضية، ومن جملتها الصديقة، ومن جملتها الزكية، إلى غيرها من الأسماء والألقاب والكنى. إحنا التسمية عندنا تختلف عن التسمية عند هذه الصفوة. إحنا عادة عندما يأتي لنا مولود نسميه باسم من الأسماء. هذه التسمية عادة تكون بعنوان التبرك، نريد أن يكون هذا الطفل مباركا، فنخلع عليه اسما من أسماء الأولياء. وأحيانا يكون بدافع التفاؤل، نتفاءل أن يكون هذا الطفل عاليا في مقامه فنسميه عليا، أو نتفاءل أن يكون هذا الطفل صادقا في حياته فنسميه صادقا. التسمية عادة عندنا إما أن تكون بدافع التبرك أو بدافع التفاؤل، ولكن التسمية عند هذه الصفوة إنما تعكس حقيقة قائمة. يعني هذه التسمية تعبر عن واقعية، تعبر عن حقيقة. اسمها فاطمة لأن هذه الكلمة تعبر عن واقعية،
اسمها زكية لأن هذه الكلمة تعبر عن حقيقة في هذا الشخص الذي سمي بهذا الاسم، مو هذا تبرك فقط أو تفاؤل فقط، وإنما هو حقيقة. هذه الأسماء تحتاج إلى تفصيل، ولكننا نكتفي في هذا اليوم بالإشارة إلى اسم واحد من أسماء هذه الصديقة، وهذا الاسم أو هذا اللقب هو المحدثة. نقرأ في الزيارة: السلام على المحدثة العليمة، فهي كانت محدثة. المحدثة اسم من أسماء فاطمة الزهراء أو صفة من صفاتها صلوات الله عليها. هذا الاسم يتعلق بعدة مباحث. هذه المباحث وقعت محلا لهجمات الجاهلين. أكو بعض الناس جاهلين لا يعلمون، وأكو بعض الناس مو جاهلين ولكن مغرضين، يعلم ولكن يتعامى. هذه الأمور وقعت محلا لهجمات المغرضين أو الجاهلين. المبحث الأول الذي يتعلق بهذه الصفة: هل كان للصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها مصحف؟ أكو عندنا شيء باسم مصحف فاطمة؟ وما هو معنى مصحف فاطمة؟ وهل كان لفاطمة قرآن غير هذا القرآن الذي عندنا نحن المسلمين كما يحاول أن يصور الجاهلون؟ هذا البحث الأول. البحث الثاني: أن الصديقة الطاهرة هل كانت الملائكة تتحدث معها؟ البحث الثالث: أن الصديقة الطاهرة هل كان الله سبحانه وتعالى يوحي إليها؟ هذه مباحث ثلاثة. المبحث الأول: مصحف فاطمة. هل كان لفاطمة مصحف؟ الملائكة كانوا يحدثون فاطمة، وكان لفاطمة على أثر هذا الكلام مصحف. هل كان لها مصحف؟ إحنا أولاً يجب أن نعرف ما هو معنى المصحف. المصحف شنو معناته؟ هذه من المشاكل، أنه واحد يشوف لفظة أكو هنالك معنى معين في ذهنه، مفهوم معين في ذهنه، فيقول إن هذه اللفظة تعني هذا المفهوم. إحنا مو فقط عندنا تبدل
في الأشياء. احنا عندنا تبدل في الأشياء. الأشياء الموجودة الآن تختلف عن الأشياء الموجودة قبل 1000 عام. كما عندنا تبدل في الأشياء، عندنا تبدل في الألفاظ. الألفاظ أيضا تتبدل. أنا في ذهني مفهوم معين، أجي إلى آية أو إلى رواية أقول هذه الآية تعني هذا المفهوم. هذا عمل الجاهلين أو عمل المعاندين. يجب التحقيق أن هذه اللفظة تعني هذا المفهوم أو تعني مفهوم آخر. واحد يجي إلى الآية القرآنية، الآن إحنا عندنا كلمة سيارة. سيارة شنو معناها؟ هذه الوسيلة، الوسيلة النقلية المعينة. هذا المفهوم اللي الآن إحنا نفهمه من هذه اللفظة، إذا شفنا في آية أو في رواية كلمة سيارة يعني هذا المفهوم، هذا معناته. الله تعالى يقول وجاءت سيارة، يعني في ذاك الوقت كان أكو سيارات. سيارة إجت فأخرجت يوسف من البئر، هذا معناته؟ لا، اللفظة تبدلت. هذا وضع جديد، هذه حقيقة جديدة، حقيقة عرفية لا تعكس الحقيقة اللغوية. الحقيقة العرفية السيارة يعني الوسيلة النقلية، بينما المعنى اللغوي شيء آخر. المعنى اللغوي لكلمة السيارة شنو معناته؟ القافلة التي تسير، هذا معناه. وجاءت سيارة يعني قافلة تسير، فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. قافلة نفاثة، شنو معناها الآن؟ هذه الوسيلة المعينة المعروفة. لكن هذه الظلال اللي موجودة لهذه اللفظة في أذهاننا تعبر عن الوضع اللغوي؟ لا، أكو احتمال أن هذه اللفظة انسلخت عن معناها اللغوي وتلبست لباسا آخر. الله تعالى يقول ومن شر النفاثات في العقد. نفاثات يعني هذا المعنى اللي توجد ظلاله الآن في أذهاننا، أو النفاثات له معنى آخر؟ لا، النفاثات له معنى ثاني. النساء السواحر اللواتي يعقدن الخيط لعقد حظ أحد أو عقد الرجل عن زوجته ثم ينفخن في تلك العقدة، هذا معنى النفاثات. شوفوا شنو الفاصلة بين المعنى اللغوي وبين المعنى العرفي. المعنى اللغوي وين والمعنى العرفي وين؟ ثم اكو ربط بين المعنيين. الفاصلة جدا كبيرة فيما بين المعنيين. احنا الآن في أذهاننا المصحف يعني القرآن الكريم، عندما يقول جئني بالمصحف يعني جئني بالقرآن، هذا هو المعنى اللغوي لكلمة المصحف. هذا عمل الجاهل. واحد يجي بالجريدة يكتب مقالة أن الشيعة يقولون إن لهم قرآن آخر وإن فاطمة لها قرآن آخر، وهاي الرواية في الكافي. هذا عمل جاهل أو عمل معاند. هذه اللفظة الآن عندنا تعني هذا المعنى،
ولكن لعلها في اللغة تعني معنى آخر. كتب اللغة موجودة، راجعوا كتب اللغة. لسان العرب هذا مو كتاب شيعي، هذا كتاب الكل يعترفون به. صحاح اللغة أقرب الموارد، وبقية كتب اللغة، كل كتب اللغة راجعوها. أنا لم أجد أن المصحف في كتب اللغة بمعنى القرآن يعرب ابن قحطان ما وضع كلمة المصحف للقرآن الكريم. اللغة العربية المصحف يعني شيء آخر، لا يعرب ابن قحطان ولا غيره وضع كلمة المصحف للقرآن الكريم. هذه الكتب بأيديكم، راجعوها بأنفسكم. مختار الصحاح كتاب لغوي، والمصحف بضم الميم وكسرها، يعني مصحف ومصحف كلاهما صحيح، وأصله الضم لأنه مأخوذ من أصحف، أي جمعت فيه الصحف، يعني أوراق، مجموعة أوراق يسموها صحيفة. تأخذون مجموعة أوراق تغلفوها بغلاف مثلا، تشدون هذا الغلاف، يعني مو أوراق مبعثرة، هذا يسموه مصحف. لسان العرب كتاب لغوي معتبر، المصحف والمصحف الجامع للصحف المكتوبة بين الدفتين، أوراق بين جلدين يسموها مصحف ويسموها مصحف. أقرب الموارد كتاب لغوي معتبر، المصحف اسم مفعول وحقيقتها مجمع الصحف أو ما جمع منها بين دفتي الكتاب المشدود، مجموعة أوراق غلفت بغلاف، هذا يسموه مصحف. هذا هو المعنى اللغوي. الآن إحنا نفهم من كلمة المصحف معنى آخر. لا يمكن أن نفهم الكلمة التي ذكرت في الرواية على هذا المعنى، وإن عندنا مصحف فاطمة يعني قرآن، لا مو هذا معناته. مصحف فاطمة يعني كتاب فاطمة، فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كان لها كتاب، هذا الكتاب اسمه مصحف فاطمة، هذا بي إشكال؟ هذا معناته أن الشيعة لهم قرآن آخر غير هذا القرآن؟ هذا كلام الجاهلين أو كلام المعاندين؟ واحد من الاثنين. وأساساً أنتوا راجعوا القرآن الكريم، راجعوا تفسير الفخر الرازي في أوائل التفسير، القرآن له أسماء وله صفات كثيرة، لم يذكر في القرآن الكريم ولا في مكان واحد اسم المصحف بمعنى القرآن. القرآن اسم قرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن اسم فرقان، القرآن اسمه بينة، قد جاءتكم بينة من ربكم.
القرآن اسمه بيان، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، بعضها أسماء وبعضها صفات، يمكن 30 واحد أقل أكثر. لم يذكر ولا في مورد واحد في القرآن الكريم لم تذكر كلمة المصحف بمعنى القرآن. إذن هذا الإشكال الأول، أنه كيف كان لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها مصحف؟ هذا الإشكال جدا واهي. فاطمة صلوات الله عليها كان لها كتاب، اسم هذا الكتاب مصحف فاطمة، هذا ما في شيء. هذا البحث الأول. البحث الثاني، إن هذا المصحف حدثها به جبرائيل. جبرائيل أمين الله كان ينزل على فاطمة الزهراء ويكلمها، على أثر هذا الكلام تكون هذا المصحف. هذا في إشكال، أن جبرائيل يكلم شخصا فاطمة صلوات الله عليها، مو نبي من الأنبياء. النبي صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء، لا نبي بعده. جبرائيل أو الملائكة يكلمون وليا من الأولياء، هذا بإشكال. ممكن القرآن الكريم يقول نعم، مريم نبية؟ لا. مريم أفضل أو الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، من أفضل؟ راجعوا كتاب الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء لشرف الدين رحمة الله عليه، صاحب كتاب المراجعات. هناك يذكر من أحاديث العامة، مو من أحاديث، من أحاديثهم أن فاطمة كانت أفضل من مريم، أن الزهراء كانت أفضل من العذراء، فاطمة الزهراء كانت أفضل من مريم العذراء. هناك كاتب الكتاب موجود يذكر هنالك سؤال فلان من علماء العامة إن مريم أفضل أو فاطمة، فقال ذلك العالم اللي هو مو شيعي، فاطمة بضعة من النبي صلى الله عليه وآله، جزء من النبي، ولا أعدل ببضعة النبي أحدا. فاطمة بضعة من النبي، لا يمكن أن تساويها مريم ولا غير مريم. مريم الملائكة كانت تحدثها، هذا يعني مريم نبية؟ لا، مريم واحدة من أولياء الله، الملائكة يكلمها، شنو الإشكال في ذلك؟ الله تعالى يقول، راجعوا سورة آل عمران، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يعني عالم زمانها، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. منو كان يقول هذه الكلمات؟ الملائكة. وإذ قالت الملائكة لمريم، فماكو مانع، سارة اللي هي قطعا بإجماع الأمة أدون مقاما من فاطمة الزهراء. أكو واحد يفضل سارة على فاطمة؟ ممكن شيعي أو مو شيعي، قطعا فاطمة أفضل من سارة. الملائكة تحدثوا مع سارة،
بشروها بغلام، بشروها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. راجعوا سورة هود. قالت يعني سارة زوجة إبراهيم: يا ويلتا أألد وأنا عجوز، عمرها كان 90 سنة، وهذا بعلي شيخا. إبراهيم كان عمره 120 سنة، كيف ألد وأنا في هذه الحالة؟ إن هذا لشيء عجيب. قالوا، منو قالوا؟ الملائكة: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. الملائكة كلموا سارة، فما المانع أن الملائكة يكلمون فاطمة صلوات الله عليها، وهي قطعا أفضل من سارة. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث أن الله تعالى أوحى إلى فاطمة، لأن هذا المصحف بوحي الله تعالى عبر جبرائيل إلى فاطمة. الوحي، الوحي خاص بالأنبياء؟ نعم، وحي النبوة هذا خاص بمنه؟ بالأنبياء. أما عندنا وحي من نوع آخر. الدليل هو القرآن الكريم: وأوحينا إلى أم موسى. أم موسى كانت نبية؟ لا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأوحينا إلى أم موسى. الحواريين كانوا أنبياء؟ حواريين، حواري عيسى كانوا أنبياء؟ ما كانوا أنبياء. الله تعالى يقول: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. فما في إشكال، الله أوحى إلى الحواريين، الله أوحى إلى أم موسى، الله أوحى إلى فاطمة. نقرأ بعض الروايات الواردة في هذا الباب عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني الإمام الصادق: إنما سميت فاطمة محدثة. لماذا؟ لأن الملائكة كانت تهبط من السماء فتناديها، تتكلم وياها، فسميت لذلك محدثة. هذه رواية. الرواية الثانية في الكافي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: وإن عندنا لمصحف فاطمة. وما يدريهم ما مصحف فاطمة، فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات. القرآن كتاب معروف، كم صفحة القرآن؟ أفرضوا 500 صفحة. إذا واحد سألكم صحيح البخاري إيش قد حجمه، عندما تردون تعرفون، تعرفون بشيء واضح. القرآن الكل يعرفون شنو معناته، شنو حجمه. تقولون مثلا صحيح البخاري بقدر القرآن الكريم 10 مرات، صحيح لو مو صحيح مثلا، أو 5 مرات. هذا بيان للحجم. حجم مصحف فاطمة بقدر القرآن الكريم 3 مرات. إذا القرآن مثلا 500 صفحة، مصحف فاطمة 1500 صفحة.
فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد، مو قرآن، شيء آخر، وإنما هو شيء أملاه الله وأوحى إليها، هذا وحي الله إلى فاطمة. الرواية الثالثة: وأما مصحف فاطمة عليها السلام ففيه ما يكون من حادث وأسماء من يملك إلى أن تقوم الساعة. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كان لهم شيئان: شيء يتعلق بالتشريع وشيء يتعلق بالتكوين، وأشياء أخرى أيضا عندهم. الشيء اللي يتعلق بالتشريع اسمه الجامعة، جامعة كتاب عند أهل البيت فيه الأحكام الشرعية، القوانين الشرعية، كل ما يحتاجه الناس في أمر التشريع، هذا اسمه الجامعة، يتعلق بالتشريع. وعندهم شيء آخر يتعلق بالتكوين، يعني ما يكون، الحوادث المستقبلية، ما يحدث في المستقبل، هذا اسمه مصحف فاطمة. الله سبحانه وتعالى أعلم فاطمة صلوات الله وسلامه عليها بالحوادث المستقبلة، أعلمها بما يكون. هذا الكتاب اللي احتوى على هذه العلوم الغيبية يسمى بمصحف فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. كنا نريد أن نتحدث أيضا حول التوسل بفاطمة صلوات الله وسلامه عليها، ولكن ندعه لمجال آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم ولجميع المؤمنين هذه الذكرى السعيدة، وأن يرزقنا شفاعتها في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب بين الظلام وبين نور مشرق هدي.